بلبل تركي على الماشي مع محمد نجيب. إذا بدك تسأل واحد أنت لوين رايح، ممكن يكون هو جنبك والأصل أنه قاعدين مجتمعين أو كذا، وتقول له لوين رايح؟ نريه جديورسون، إلى أين أنت ذاهب؟ نريه إلى أين؟ إلى أين؟ نريه، إذا قلنا نريده يعني أين؟ المكان وين موجود؟ أين؟ نريه إلى أين؟ نريه جديورسون، لوين أنت رايح؟ فممكن الإجابة اللي نحن بدنا نتعلمها اليوم كتاب المايا جيديورم، حطينا فعلين ورا بعضهم، فعل الماك يعني اخذ، وجيتماك هو الذهاب، جيديورم انا ذاهب لاخذ الكتاب، انا ذاهب لاخذ الكتاب او لاحضر الكتاب، فعلين ورا بعضهم كتاب المايا جيديورم. او فرضا لما اقول انه انا رايح اشرب مي، سو ايتش ماي جيديورم، أو مثلا رايح حتى أتكلم تليفون، تليفون إت ماي جيديورم، أو أنا رايح آكل طعام، بن يمك يماي جيديورم. وفعل يمك هون تكرر مرتين، أول وحدة بمعنى طعام وتاني وحدة بمعنى الأكل نفسه، يمك يمك منقول يعني يأكل الطعام. بلبل تركي على الماشي مع محمد نجيب.